على مستوى الحكومه كنظن بان احنا محظوظين ان على راس الحكومه اولا حزب تجمع وطن الاحرار والاخ عزيز اخ النوش، اللي الحمد لله احنا كحزب ما غلطناش. الحمد لله جميع الوعود الانتخابيه او جميع الامور اللي كانوا كيتسناو فيها المغاربه فهي تحققت. كنظن بان ملي كنتكلموا على تنزيل المضامين الاجتماعيه اللي سيدنا الله ينصره وسهر عليها شخصيا، والدعم المباشر، خصنا نكونوا حنا فخورين كتجمعيين ان في عهد تجمع الوطن الاحرار، في عهد السي عزيز اخ النوش، وفي هذه السنه ان المغاربه يسجلون من اجل الدعم الاجتماعي مباشره، وهذه غادي تبقى للتاريخ. من الاستقلال الان عمرنا شفنا حكومه، واليوم كنشوفوا حكومه تجمع الوطن الاحرار بطبيعه الحال مع الشركاء ديالنا البام والاستقلال، اننا استطعنا ننزلوا المضامين ديال الدوله الاجتماعيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.